حكومي فيه أكثر من 6 مليون موظف. لما أحاول أن أنا أضبط الأداء بتاع الموظفين، وإحنا كلنا بنتعامل مع موظفين، وعلشان نكون صراحة إحنا بنتعامل مع موظفين في البعض أو أقدر أقول الكثير منهم اللي بيخلوا اللي بيتعامل معاهم بي 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 بيكفر بأي حاجة حلوة في البلد. ده يعني أفلام اتعملت دي الحقيقة. على مدام عفيف لازم احنا لازم نكون احنا يعني عارفين، لان احنا عايشين في وسط الناس، وانا لو حضرتك اعلامية وانا نائب وخالد نائب برضو بنتحول في وقت من الاوقات الى مواطن طالب خدمة. صحيح. من موظف، هل احنا بنشوف لو يعني لو حضرتك جربت النسبة كده بين مقابلة الموظفين للناس، بين اداء الخدمة، بين ان التمييع والتسويف في اداء الخدمه، ويطلع جيب لي مش عارفه ايه من فوق وانزل النهارده. انا عندي مجلس النواب، هو بلاش مش هنروح بعيد، هنخلينا جوه بيتنا. مجلس النواب كان فيه 500 موظف وعامل. من بعد 2010 اصبحوا ال 500 دول بقوا 3000. منين بقى؟ من تعيينات اتعينت في خلال فتره معينه 3000 موظف وعامل. خليني اسال النائب خالد عبد العزيز.